عارفين الناس دي وفاكرين ايه اللي حصل معاهم؟ تعالوا مع بعض نفتكر. طارق فريد اتخطف يا طارق. ايه؟ فريد ابني يا شادي. انا عايز ابني دلوقتي. فريد في ايه؟ فرح كانت فاكرة ان الأمومة حاجة سهلة خالص. البيبي عايز ايه؟ نأكله ونغذيه يا حبيبي. طيب كل انت ايه اللي حطاه ده؟ فرح. فرح يا عيني حياتها تشقي. انا لسه حاسه بحاجه ناحيه شادي. نعم يا اختي. سيادتك غيران. انا بحبكم انتوا الاثنين. ده فرح انت اسد. فروحه لسعه زي مامتها بالظبط. سلام قولا من رب الرحيم. ايه ده فكوني. بابا كان مخطوف يا ماما. فكوني. حاولت اساعدها. فاكره نفسها فلوطه وفاهمه في كل حاجه. خليك كده اسد وحش. ايه ده وايه اللي هيحصل كمان؟ هيحصل اكتر من كده بكتير.